أهلا بكم. من نيويورك كان الرئيس هادي يقول إن الخيار العسكري هو الأرجح في مواجهة تعنت الميليشيا ورفضها لكل مقترحات الحل السياسي. من هناك أيضا كان وزير الخارجية السعودي يشير إلى دعم بلاده ومن ورائها التحالف على ما يبدو للحل السياسي في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش دلالات تضارب التصريحات وعلاقته بحقيقة الموقف على الأرض. بعد عامين ونصف من بدء عمليات التحالف في اليمن، يبدو أن الهدف النهائي لهذه العملية لا يزال غير معروف. في الأزمة اليمنية يتحدد الهدف من نوعية المسار الذي يتخذه شكل العمل للوصول إليه، وهذا يطرح تساؤل حول ما إذا كان هذا المسار عسكري أم سياسي. وهنا يظهر التضارب الواضح في تصريحات الرئيس هادي ووزير خارجية السعودية لتضيف غموضا على الغموض المحيط بالأزمة اليمنية. بعد أكثر من عامين، أين تقف الأزمة اليمنية؟ نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. تصريحات متضاربة بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبين الرئاسة اليمنية تتعلق بمستقبل الحل في اليمن. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن الخيار العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن وإنه لم يكن خيارا لبلاده، ثم عاد ليناقض نفسه في الجملة التالية حين اعتبر استيلاء ميليشيا الحوثي على اليمن بدعم من إيران يهدد المنطقة. الوزير السعودي أكد في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة دعم بلاده للعملية السياسية في اليمن التي لم تفلح أي جهود دولية وإقليمية في إعادة الروح إليها أو حتى التوصل لما يشبه حلا متوافقا عليه. في الوقت الذي كان الجبير يلقي كلمته تلك، كان الرئيس عبد رب منصور هادي يطل عبر شاشة قناة الحدث السعودية لينفي كلام الأول مؤكدا أن الحل العسكري هو الأرجح للأزمة اليمنية المتصاعدة منذ 3 أعوام في ظل تعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. وسرد هادي جملة من العراقيل التي تضعها الميليشيا أمام عربة الحل، أبرزها رفض الخطة الأممية لتسليم ميناء الحديدة لطرف محايد لإدارته بإشراف أممي وتوريد إيرادات الميناء إلى فرع البنك المركزي في الحديدة. لسيطرة الانقلابيين. نقطة الاتفاق بين هادي والسعودية كانت تتعلق بالتهديد الكبير الذي مثله الانقلاب المدعوم من إيران باعتباره يشكل تهديدا لأمن واستقرار اليمن والمنطقة. ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها التباينات بين الجانبين، خصوصا مع هيمنة الجانب السعودي على تحركات وأداء الحكومة اليمنية ووضع اشتراطات مسبقة تتعلق بأدائها السياسي والميداني. ليست السعودية اللاعبة الوحيدة في الداخل اليمني، فهناك أدوار متقاسمة بين الرياض وطهران وأبوظبي، فيما تستمر الشرعية هي الطرف الأكثر ضعفا. يرى كثير من المراقبين أن وجود هذا البون الشاسع بين الرؤيتين للحل في اليمن بين الرئاسة اليمنية والتحالف يكشف عن مدى الهوة وعدم وجود تنسيق أو رؤية موحدة للحل، الأمر الذي من شأنه استمرار التخبط والفشل في إنتاج حلول ناجعة للأزمة اليمنية التي يبدو أنها سقطت في غياهب النسيان وتوزع العالم أجزاء خارطة الحل المبعثرة. نبدأ النقاش مع ضيفنا من عمان مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام جميعا. شكرا لك. بينما الرئيس هادي كان يتحدث من نيويورك عن أن الخيار الوحيد المتاح الآن للتعامل مع الانقلابين هو الخيار العسكري، عادل الجبير يشير إلى دعم حكومته من خلف التحالف للحل السياسي. كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ اولا بالنسبه للخيارات منذ بدايه الازمه كان هناك خيارين لا ثالث لهما، اما الخيار السياسي والدخول بتسويه سياسيه من خلال المجتمع الدولي والامم المتحده، او الخيار العسكري ومن خلال التحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه الذي جاء طبعا بطلب من رئيس الجمهوريه والشرعيه اليمنيه. بالتالي يبقى القرار الاول والاخير هو في اتخاذ القرارات المصيريه هو بيد الحكومه الشرعيه وهي التي تقرر بالنسبة للقرارات المصيرية، لكن في الأول والأخير هناك شركاء لنا في المعركة وفي الخيارات السياسية، وبالتالي إذا لم نصل بحلول من خلال الخيار السياسي ومن خلال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فبالتالي لن يكون أمام الحكومة وأيضا التحالف العربي إلا الخيار العسكري. نعرف أن هناك ضغوطات على المملكة العربية السعودية وعلى التحالف العربي بشكل عام من المجتمع الدولي، وهناك ايضا دعوات في جنيف في مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنه
للتحقيق فيما حدث في اليمن، وهناك ضغوطات حقيقية تمارس من قبل الدول الغربية ومن قبل المنظمات الدولية على التحالف العربي. بالتالي أنا أعتقد أن هذا التصريح يأتي في هذا الإطار وفي إطار التخفيف من حدة الضغوطات على المملكة وعلى التحالف العربي بشكل عام. أما بالنسبة لرئيس الجمهورية فما يتحدث بشكل شفاف وبشكل صريح بعيدا عن الدبلوماسية، لأن الوضع في اليمن لم يعد يتحمل الدبلوماسية والحديث من تحت الطاولة، فما أوصلنا إلى هذا الحال. لكن موضوع الضغوط ليس بالجديد، الضغوط هذه موجودة خلال السنتين الماضيتين، وكانت هذه الضغوط موجودة. هذه نقطة. النقطة الثانية، إلى أي حد الآن هذه التصريحات المتضاربة تعكس في هذه اللحظة أنه ما زال هناك تناسق ومواقف موحدة بين التحالف والشرعية؟ هناك من يرى في هذا التضارب بأن هناك ربما تباين بين موقفي الشرعية والتحالف. أولا يجب علينا التفريق بين التحالف العربي كتلة موحدة وبين دولة الإمارات التي دخلت بإشكالية مباشرة مع فخامة رئيس الجمهورية ومع الشرعية بشكل عام. بالتالي الحديث عن أن هناك إشكالية بين الرئيس وبين التحالف العربي لا أعتقد أنه وارد في ظل التصريحات الواضحة. هذا ليس موضوع هذه الحلقة، نحن في هذه الحلقة نناقش أبعاد تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وتصريحات الرئيس هادي. لا لا أخي سامي لا أعتقد أن هناك تبعات، فهي تأتي في إطار التخفيف من الضغوطات التي كما قلت لك أنها تأتي في بين فترة وأخرى على التحالف العربي وعلى المملكة العربية السعودية، وهذه التصريحات أنا أعتقد ليس لديها أي تبعات. فوزير الخارجية السعودي وكذلك وزراء الخارجية في دول التحالف لطالما صرحوا أنهم أن الخيار السياسي هو خيارهم، وكذلك من قبل المتحدث باسم التحالف العربي أحمد العسيري تحدث أكثر من مرة أنهم يسعون إلى الحل السياسي والسلمي في اليمن. بالتالي هذه التصريحات أنا أعتقد أنها تأتي في إطار التخفيف من حدة الضغوطات على المملكة العربية السعودية، ولا تختلف أيضا مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي أكد أن الخيار العسكري هو المتاح، لأني تحدثت في بداية الحلقة أن لدينا خيارين، الخيار الأول خيار العسكري والخيار الآخر الخيار السياسي. بالتالي إذا لم يتم الأول سيتم الخيار الآخر، وكلا الخيارين يعني النتيجة المرجوة منه هو الوصول إلى دولة والوصول إلى الشرعية والوصول إلى أن تعود الدولة لممارسة عملها. طيب أشرك معنا في النقاش من الرياض الخبير العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان، أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. شكرا لك. سيادة اللواء، عندما يتحدث عادل الجبير من نيويورك عن دعم بلاده والتحالف للخيار السياسي، هل يعني هذا أن الخيار العسكري لم يعد مطروحا في الأزمة اليمنية؟ لا، هو ليس أنه الخيار العسكري لم يعد مطروحا، بقدر ما أنه يعني دول التحالف دائما وأبدا تحاول أن يعني تأخذ مسارات سلمية، وكذلك ايضا حاول الى انه يكون هنالك مفاوضات، فهذا باب يفتح من قبل دول التحالف، لكن لا يعني انه الخيار العسكري اوقف او انه لم يعد يعني مطروحا كفكر. لا، لا زالت فكره انه المفاوضات هي الاولى. طالت الحرب سبب انه لعل وعسى يقتنع الانقلابيين، وكذلك لعل المجتمع الدولي يدعم وجهات النظر سواء من ابن الشيخ وكذلك دول التحالف ليعني قبول وجهة النظر فيما يخص باب الحديدة، ميناء الحديدة والتحكم فيه على الأقل من قبل الأمم المتحدة، وكذلك يعني ابن الشيخ محاولة التواصل مع الانقلابيين ومع الجهات الدولية أيضا. لا يعني أنه الخيار العسكري ليس مطروحا، ولكن أنا أشوف أنه هذه يعني دعوة من قبل معالي وزير الخارجية السعودي أنه لا زالت دول التحالف تنظر إلى الحل السلمي كحل أنسب لهذه المشكلة نظرا لصعوبة الموقف، وكذلك أيضا للتحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية في ظل انتشار المرض، في ظل استمرار التهريب، في ظل الدعم المتواصل من قبل الإيرانيين، في ظل بعض التخاذل للأسف من جهات إعلامية محلية ودعمها أو لمحاولة يعني شق الصف التحالف العربي مع اليمني، وذلك بتصوير
بأن هنالك اختلاف وجهات نظر ما بين الدول التحالف والجانب اليمني أو الشرعية اليمنية. هذه تحديات، يعني صحيح الحرب هذا المتوقع منها، ولكن أيضا لا زال معالي وزير الخارجية يتحدث بأنه الحل السلمي هو الحل الأنسب لحل هذه الأزمة. طيب أعود لي مستشار وزير الإعلام مختار رحبي. أستاذ مختار، إذا كانت المملكة التي تدعم التحالف الداعم للشرعية تؤكد أنها تدعم الخيار السياسي، على ماذا تعتمد السلطة الشرعية إذن في خياراتها الآن؟ الخيارات طبعا أمام السلطة الشرعية، الخيارات ما تزال متاحة، جميع الخيارات، الخيار السياسي وهو الموافقة على المقترحات التي تقدم بها إسماعيل والمجتمع الدولي، وكذلك الخيار أيضا الآخر وهو الخيار العسكري. لدينا جيش وطني متواجد في المناطق المحررة، لدينا أيضا دعم من الأشقاء وكذلك التحالف العربي، وهذا طبعا يأتي في هذا الإطار، يعني أنه إذا ما توقف الخيار السلمي فإن الخيار العسكري هو الخيار، لأنه لم يعد هناك أي مجالات أخرى. ما هي الخيارات المتاحة غير الخيار السياسي وكذلك الخيار العسكري؟ فإذا لم تمتثل الميليشيات الإنقلابية للخيار السلمي فإن الخيار العسكري هو المتاح، وهذا طبعا ما أكدته حتى المملكة العربية السعودية منذ البداية، أنها تدعم الخيارات السياسية وكذلك تدعم الخيارات العسكرية لتحرير المناطق. معاننا جميعا نتمنى أن تنتهي الحرب بشكل سلمي وبشكل أيضا يجب الأوجاع على ابن الشعب اليمني الذي يتحمل نتيجة الحرب ويتحمل الثمن الغالي والضريبة الباهظة للشعب اليمني. طيب أستاذ مختار، في حال استمرار رفض الميليشيا لكل مقترحات الحل المطروحة وأيضا استمرار دعم التحالف للخيار السياسي، كيف يمكن للسلطة الشرعية المضي في خيارها في العمل العسكري؟ هل يعني هذا أنها ستمضي في هذا الخيار منفردة أم ماذا؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك انفراد في اتخاذ القرارات، طالما أن هناك تحالف عربي مشترك وهناك يعني تناغم وهناك تعاون ما بين الحكومة اليمنية وما بين التحالف العربي، لا أعتقد أنه سيكون هناك اتخاذ قرارات منفردة، إلا في الحال أنه وصلت يعني الإشكالية ووصل التباين في جهات النظر إلى مرحلة تتخذ الحكومة ويتخذ رئيس الجمهورية قرارا مفصليا بإنهاء التحالف أو إيقاف الحرب، فهذا طبعا قضية أخرى وموضوع آخر، ولا أعتقد أنه سنصل إلى هذه المرحلة، ما نزال حتى هذه اللحظة وما تزال الحكومة الشرعية يعني في تحالف قوي وفي تنسيق متكامل و مشترك، وحتى وإن حدثت هناك إشكالية في الجنوب مع الإمارات وهناك إشكالية فهذا لا يؤثر على التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، فنحن ما نزال حتى هذه اللحظة نراهن على المملكة العربية السعودية أنها كما أنها وقفت معنا في الحرب ستقف معنا في السلم وستقف معنا في يعني في طول الخطوة في المراحل القادمة من الأزمة اليمنية، بالتالي لا أعتقد أننا سنصل في مرحلة من المراحل إلى نقطة فاصلة بين الحكومة الشرعية وبين التحالف العربي. التحالف العربي وجد في لحظة فارقة من تاريخ اليمن بعد أن سيطرت الميليشيات على الدولة وقضت على الدولة وعلى ما تبقى من هياكل الدولة، وتدخل المملكة العربية السعودية والتحالف العربي جاء من أجل أن يقف مع الشعب اليمني ومع الحكومة لتعود الدولة لممارسة عملها ومهامها. أشكرك جزيلا مختار رحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من عمان. أعود لضيفي اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء، الآن ما الذي حققه المسار العسكري حتى يمكن البدء بالبحث عن الحل السياسي؟ عفوا ما سمعت السؤال، ممكن تعيده لو سمحت؟ حتى الآن وبعد مضي عامين ونصف على بدء عمليات التحالف العربي، ما الذي حققه المسار العسكري حتى نتحدث عن ضرورة البحث عن حل سياسي وأنه ربما الأقرب إلى إيجاد حل لهذه الأزمة؟ المسار العسكري واضح، يعني على الأقل أقل ما فيها، وهناك عديد من الأحداث الهامة، يعني أنا لن أكرر ما ذكرته سابقا فيما يخص تحرير عدد أو نسبة كبيرة من الأراضي اليمنية، لا نتكلم على الجوهر، نحن نتحدث على إعادة بناء جيش يمني صحيح ينقصه التدريب ولكن الخبرة الحمد لله وجدت، نقل العمليات العسكرية بقيادات يمنية، ما تم تحريرهم من مدن
سابقة أو محافظات سابقة تم تأمينها والعمل على إعادة بنائها. لا يجب أن تكون نظرتنا على أنه والله لم يتم تحرير الحديدة عفوا تعز والمناطق الأخرى كصنعاء وإلى آخر المناطق اللي شمال الشمال، فمعناته أن هنالك يعني إخفاق. لا، يجب أن تكون النظرة استراتيجية. من بداية الحرب تحدثت معك أنت يمكن شخصيا أستاذ سامي أنه الأزمة أو العمليات العسكرية سوف تأخذ وقت، والغرض منها أنه يعني حماية المدنيين. سيادة اللواء، هو يمكن النظر والتقييم للعمليات العسكرية بالنظر إلى مواقف الميليشيا من الحلول المطروحة مع بداية عملية التحالف العربي؟ ربما كان هناك تصلب في مواقف الميليشيا والانقلابيين، فكان يقال أنه كلما تحقق تقدم عسكري وتطورات عسكرية لصالح الشرعية والتحالف يمكن هذا أن يسبب ضغط وينعكس في خلخلة مواقف الميليشيا والانقلابيين. لكن حتى الآن بعد مرور عامين ونصف ما زالت هي ذات المواقف بالنسبة للميليشيا، ما زال هذا التصلب في مواقفها حاضر وموجود، لم يتغير شيء ولم يشكل عليها ضغط لتقبل بالحلول المطروحة. ما التفسير المنطقي لذلك؟ هو زي ما قلت لك أنه هنالك في تحدي واضح، يعني حتى التحدي عالمي، ليس التحدي فقط أنه يعني صراع ما بين السلطة الشرعية والانقلابيين، لا، هنالك تحديات كبيرة لإنهاء الحرب كعسكريا. بإمكان قوات التحالف أن تقوم ما قامت به القوات العراقية عفوا في الموصل، ويصبح الانتصار المر بتدمير البنية التحتية كاملة. لا، نحن لا نعمل بهذا المجال، نحن نعمل بأن هنالك حرب ما بين جماعة انقلابية ويجب التعامل معها بحذر. الحرب زي ما ذكر سمو ولي العهد السعودي تطول، هنالك يعني محددات أو تحديات يجب مراعاتها، هنالك ضغوط، ولكن للأسف يمكن بعض القنوات وخاصة قناتكم أنا ما أشوف أن هنالك دعم للقضية اليمنية بما يجب أن تدعم فيه، يعني تأكيد الانتصارات بالتحدث بالانتصارات. لا بالعكس، أنتم تنظرون يعني نوعا ما، مع احترامي يعني ما تطرحونه دائما، تنظرون للكأس الفارغ ولا تنظرون للمليان. يعني أنا أقول لك نعم، الحوثي متصلب، دعم دولي أو دعم خارجي مستمر، فيه انشقاقات للأسف يعني فيما بين المكون اليمني، ولكن غالبية الشرعية، غالبية الشعبية. طيب سيادة اللواء، إذا كان هناك تقصير من قبل قناة بلقيس في الحديث عن أي انتصارات، هذه الانتصارات الآن لا توجد أي انتصارات، لا يوجد أي تقدم في المسار العسكري حتى نحتفي به في بلقيس، وبلقيس هي مهتمة بكل ما يحدث من تطورات، وهي يعني ضمن الأدوات الإعلامية الواقفة مع الشرعية. والله أنا ما سمعت بداية النقطة، ممكن تعيدها لو سمحت؟ تتحدث أنه لا يوجد ربما أي احتفاء بأي انتصارات للشرعية ولا وقوف مع هذه الانتصارات، هناك جمود في المسار العسكري، فبماذا نحتفي أصلا؟ لا، مو صحيح. يعني أنا ما أقول لك أنه والله أبغاك تقول أنه والله هنالك انتصارات وهمية كما كان يتحدث أكثر من المحللين العسكريين في بداية الأزمة، عندما كانوا يعتقدون أنها الحركة سهلة في هذه التضاريس وهذه الصعوبات في اليمن. لا، أنا أريد واقعية، أريد واقعية. هنالك مشروع إيراني. طيب قبل أن نشرك معنا ضيفنا جمال الملك، اسمح لي بهذه النقطة. قلت أنه ربما الآن هناك تخوف من تدمير البنية التحتية، وشبهت الوضع ربما بما يحدث في الموصل، فبالتالي التحالف العربي لديه مخاوف من حتى لا يدمر البنية التحتية ولا يتدخل في أي عمل عسكري ربما يؤدي إلى ذلك. ماذا تبقى من البنية التحتية لليمن ولم يدمر، لا سواء من قبل الميليشيا والانقلابين ولا من طائرات التحالف العربي؟ الكثير، يعني أنا أقول لك الكثير. إذا أنه تتكلم لي على مناطق في اليمن، هذه الحياة عادت إلى عدن وإلى عدد من المحافظات الجنوبية، كذلك بعض المحافظات الشمالية رجع لها الأمن، وأيضا كذلك يعني في هنالك ولله الحمد بعض التجارة تبادليا وبدء يعني تصدير النفط وهكذا. يعني هنالك عدد من الأمور يجب أن توزنها بأن هنالك دولة اختطفت اختطاف كامل للأسف، بدعم إقليمي، بتخاذل بعض الدول العربية مع سواء الانقلابيين أو حتى مع صالح. هكذا توزن العمليات. دولة اختطفت اختطاف كامل،
فأنا أتوقع أنه الإنجازات التي حدثت ومحافظة على الأرواح المدنية، أي نعم في هنالك أخطاء صارت لا 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 ننكرها، لكن يجب أنك تنظر بعقلانية للوضع. لو أننا نتحدث على بنية تحتية تبقى سليمة 100%، لا، هذه ليست كذا الحروب يا أستاذ سامي. الحرب فيها خسائر وفيها يعني تحديات لابد أن نتعايش معها، ولكن سأعود لك سيادة مجمل الصورة. لحظة بالله، معلش أستاذ سامي، مجمل الصورة بأكملها الآن، يعني أنا أشوف أنه في انتقال للأخوان اليمنيين الأشقاء من وإلى اليمن، وهذا ولله الحمد يعني يدل لك على أنه أوقف المشروع الإيراني. الآن لابد من اجتذاثه، لابد من دعم المجتمع الدولي. المجتمع الدولي متباين في وقفاته، نرى من وقت إلى آخر القوات الأمريكية تقوم بعمليات في البيضاء ضد الجماعات الإرهابية القاعدة وإلى آخره، وتغيب عن المشهد. طيب هذا تحدي برضو يواجه قوات التحالف. سأعود لك، ابقى معنا سيادة اللواء، سأعود لك متوازنة طيب سأعود لك سيادة اللواء، أشرك معنا من الدوحة الباحث والمحلل السياسي جمال مليكي. أهلا بك أستاذ جمال. اهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. ونحن نقرا تصريحات هادي والجبير من نيويورك، الى اي حد هذا التناقض موجود في هذه التصريحات، وكيف يمكن فهم الامر، في اي سياق يمكن قراءته الحديث عن الخيار العسكري والسياسي؟ هو للاسف الشديد الخيار العسكري عندما بدا توقع اليمنيون واحتفى اليمنيون بتدخل التحالف العربي، وكنا نقول منذ أول لحظة انطلقت بها عاصفة الحزم أنه أمام السعودية وأمام الخليج فرصة تاريخية لإعادة تعريف أنفسهم للعالم من خلال التعامل الذكي والمسؤول مع الملف اليمني. للأسف الشديد لم يحصل هذا على الأرض. هناك كثير من الإشكاليات، أهم أبرز الإشكاليات أننا نجد على سبيل المثال للحصر أن هناك توجه، على سبيل المثال إماراتي له 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 مزاج مختلف عن مزاج التحالف برمته، بالإضافة إلى أن هناك عدم وضوح لدى الفاعل السعودي، هناك شكل من أشكال التخبط، ليس هناك استراتيجية واضحة. نستطيع أن نقول أن طول الحرب هو لصالح التحالف أو لصالح الشرعية. اليوم أصبحت الشرعية لا تستطيع أن تمارس مهامها بسبب تعنت الإماراتيين على سبيل المثال، وبصمت سعودي أو برضا سعودي لا نعرف ما الذي يحصل. فللأسف الشديد لم تستطع المملكة العربية السعودية ولم يستطع التحالف العربي أن يتعامل مع الملف اليمني التعامل الذي يعني كما قلت يعيد تعريف نفسه للعالم ويحمي نفسه. في النهاية المملكة العربية السعودية على وجه التحديد نحن اليمنيون متضررون من الحوثيين، نعم، والمملكة العربية السعودية كذلك متضررة، والخطر إذا ما نظرنا إلى الأبعاد الجيوستراتيجية سنقول بكل ثقة أن السعودية إذا ما تعاملت مع الحرب على هذا النحو فهي أمام تهديد وجودي حقيقي. طيب لكن ليست السعودية والتحالف العربي والإمارات هم المعنيين فقط، ماذا عن اليمنيين، عن النخب، عن القوى السياسية اليمنية؟ اللواء محمد القبيبان قبل قليل يتحدث عن تخاذل البعض، ربما هو ما جعل الأمور تطول أكثر. للأسف الشديد نحن اليمنيون بين يعني أكثر من ألم وأكثر من مطرقة وأكثر من فندان. للأسف الشديد بالفعل الشرعية لم تستطع كما قلنا مرارا أن تجيب على هذا السؤال. كان لابد على الشرعية أن يكون لديها تصور أو توقع أو حتى احتمال بسيط أن التحالف قد يتركنا في منتصف الطريق وقد لا يكون كما ينبغي أن نكون، أن يكون هناك شكل من أشكال استقلالية قرار محلي وإجابة على سؤال ماذا لو تخلى عن التحالف. للأسف الشديد نتفاجأ أن الشرعية متفاجئة مثلها مثل الإنسان العادي. ليس هناك خطة، ليس هناك تصور. وضعت الشرعية بيضها كله في سلة واحدة وهي سلة التحالف. لم تستطع الشرعية أن توجد شكل من أشكال المكون المحلي الذي يستطيع أن يفرض إرادة محلية، أن يكون منصة لإرادة محلية. عندها سيكون التحالف ربما أكثر تعامل بشكل أكثر احتراما لمصلحة اليمنيين. طيب اليوم للأسف الشديد أصبح الملف اليمني إحدى الملفات التي يستخدم لتصفية الحسابات. طيب. وبالنسبة للإمارات إحدى الملفات التي من خلاله يعني
تمد نفوذها وتطبق الطموح الهستيري الذي موجود ربما في عقول أبناء زايد. طيب سأعود لك أستاذ جمال، أعود لمرة أخيرة للواء محمد القبيبان من الرياض. سيادة اللواء تتحدث عن الأمور وعن إنجازات ربما حققها التحالف العربي والشرعية وتطبيع للأوضاع في المناطق المحررة، في حين الأستاذ جمال المليكي وكثيرين ينظرون إلى أنه الشرعية ما زالت لا تستطيع ممارسة مهامها والعودة إلى المناطق المحررة. كيف يمكن فهم هذه الصورة؟ هو زي ما قلت لك أنه يعني الأخوان أو المكون اليمني فيه انشقاق نفسه، يعني ما تتكلم أنت على أنه مثلا والله هنالك فيه وضوح في التوجد. الشرعية تحاول دائما وابدا بقيادة فخامة الرئيس، ولكن للأسف يعني التوجه حتى يعني أنا بديت أشعر أنه هنالك التوجه الإعلامي نفسه بدأ يضعف. التوجه الإعلامي خاصة من بعض القنوات ليس بالتوجه الذي يخدم الحرب، إنما يعني زي قناتكم أنتم الآن، قناتكم واضح أنه يعني فعلا في تحيز لأنه والله محاولة إنه والله هنالك في تخبط من التحالف. لا تقرأ الأمور هكذا، لن تقوم قوات التحالف بالحرب عن اليمنيين، إنما نحن نتحدث على دعم اليمنيين. أنتم فشلتم في قناتكم بلقيس لإيصال هذه الرسالة. طيب وإلى المجتمع اليمني بعيداً عن تقييم أداء بلقيس سيادة اللواء، الآن ما الذي يمنع عبد العزيز المفلحي على سبيل المثال محافظ عدن من العودة إلى عدن؟ لا أنت كذا تقاطعني وما تبيني أقول كلمتي. تفضل. أنتم قناة يعني أوضحتم فشل ذريع بأنكم تجمعون الصف اليمني. أنا يعني مشارك معكم وسوف أشارك دائما وأبدا. أنتم من القنوات التي اعتبرتها شخصيا تشق الصف اليمني. طيب نقطتك وضحتها سيادة اللواء، اسمح لي الآن. طيب وضحت النقطة، وضحت النقطة. طيب إظهار صورة ليست حقيقية. طيب يعني دعنا نتحدث عن أمور واضحة. طيب الجانب الآخر، لم تقوم قوات التحالف بكامل قواتها بالقيام بالعمليات العسكرية. نحن واثقين بالشعب اليمني، لنا ثقة كبيرة في القيادة اليمنية. الشعب اليمني خسر دماء كثيرة، هنالك شهداء. أكيد سيادة اللواء، الشعب اليمني خسر دماء وشردنا وربما دفع الكثير. لن نتحدث أن الشعب اليمني للأسف لم يعد يملك القدرة ولا القرار في المناطق المحررة حتى الآن. ما الذي يمنع على سبيل المثال عبد العزيز المفلحي من العودة لممارسة مهامه، وأيضا الرئيس عبد ربه منصور هادي؟ لا شوف، هذه التفاصيل ليس معني بها التحالف بقدر ما أنه هنالك مشكلة في الإدارة السياسية بأكملها. يعني أنا سمعت خطاب السيد المخلافي في الأمم المتحدة، السيد المخلافي فعلا يتحدث على أن المجتمع الدولي لم يقف بالصورة التي يجب أن يقف معها. من دعم ذلك بإيصال الصورة إلى المجتمع الدولي من قبل بعض القنوات مثل قناتكم، مثل بعض القنوات التي تحاول أن تهد ما تقوم به قوات الشرعية، وهذا سبب من الأسباب على فكرة، هذا سبب من الأسباب التي فعلا يعني واجهت القوة والله تحدي. إذا كان طيب التحدي كنت أتمنى يعني نحصل على إجابة منك سيادة اللواء، وأشكرك جزيلا. وربما نحن في بلقيس مشكلتنا أننا ننقل الواقع، لا واقع مبشر ننقله للناس فيما يخص استعادة دولتنا للأسف. شكرا جزيلا لك اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري السعودي. أختم مع ضيفي من الدوحة الباحث والمحلل السياسي جمال المليكي. هل بحث التحالف الآن عن حل سياسي، هل هذا يشير ربما إلى أن التحالف قد حقق أهدافه المرجوة من طبيعة التدخل في الأزمة اليمنية، وبالتالي لم يعد ربما أنهم قصقصوا أجنحة الميليشيا، ربما أنهم لم يعد هناك خطر عليهم من الانقلاب؟ ما تقوله الحقائق التاريخية، سواء إذا نظرنا إلى الذاكرة القريبة أو إذا نظرنا إلى الوضع الحالي، أن هذه الدول للأسف الشديد نتمنى أن نكون على خطأ وأن يكونوا على صواب، نحن نتمنى ذلك، لكن الواقع يصرخ في وجوهنا ويقول أن هذه الدول لم تجيد السياسة ولم تجيد السلم ولم تجيد الحرب. للأسف الشديد عندما قررت أن تحارب فشلت، وعندما كانت تمارس السياسة داخل اليمن بتلك الصورة الانتهازية كذلك فشلت. إذن نحن اليمنيون اليوم أمام ربما منعطف جديد مختلف، في أنه لو بالفعل انسحب التحالف أو توقف عند هذه النقطة
بالتأكيد سيكونوا سينالهم نوع من الخطر والعبث، ولكن لابد أن تكون الرسالة واضحة للمكونات المحلية والمكونات الداخلية، أن تبدأ بتشكيل رؤية تقف على الأقل لا نقول معارضة للتحالف ولا حتى تقف على مسافة كبيرة من التحالف، على الأقل يتم إيصال رسالة أن اليمنيين كدولة لديها من الجاهزية ما تستطيع أن تدافع عما حقق من مكتسبات بسيطة على سبيل المثال في بداية عاصفة الحزم أو من المناطق التي تم السيطرة عليها. مضطر لمقاطعتك، أشكرك الأستاذ جمال المليكي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزمل كمال حيدر، في أمان الله.